السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أشرح لكم طريقة إرسال رسالة بالإيميل، يعني من إيميل إلى إيميل آخر عن طريق الآيفون. الكثير من الناس يسألني يقول أنا أعرف أرسل رسالة ولكن ما أعرف أرسل مرفقات زي صورة أو فيديو. نتعرف على الطريقة مع بعض. نفتح البريد من هنا، طبعا لازم تسجل دخول بالإيميل اللي تبيه عن طريق الآيفون. لي شرح قديم بهذا الشيء، تقدرون تشوفون وتعرفون على طريقة تسجيل الدخول عن طريق الآيفون. إذا كنت مسجل بالأوتلوك، يعني الهوت ميل أو جيميل، نفس الطريقة بالضبط. ندخل على البريد الوارد من هنا، وبعد كذا نضغط على هذا الأيقونة من هنا، يعني إرسال رسالة جديدة، بريد جديد. وبعد كذا تطلع لك هذه الخيارات، تعبيها بالشكل المطلوب. يقول لك هذا إلى، يعني إلى أي إيميل تبي ترسله. نكتب اسم الإيميل اللي نبيه، يعني كمثال مثلا. طبعا تقدر ترسل من هوت ميل إلى جيميل، والعكس طبعا صحيح، من جيميل إلى هوت ميل. نضغط مثلا أرسلها إلى جيميل، تكتب البريد كامل من هنا. هنا طبعا البريد حقك هذا الخاص فيك، وهنا البريد المرسل إليه. هنا الموضوع، تكتب الموضوع أي كلام بس عشان الشرح. هنا تكتب الكلام اللي تبيه، وإذا بغيت ترفق مرفقات يعني زي صورة أو فيديو، تضغط ضغطة مطولة من هنا، تطلع لك هذه الخيارات. اختيار الكل لصق، وفي سهم هنا لو تلاحظون في سهم هنا، لما تضغط عليه من هنا تطلع لك خيارات أخرى، مستوى الاقتباس وإدراج صورة أو فيديو. نختار إدراج صورة أو فيديو، وتطلع لك الصور اللي عندك، تختار الصور اللي تبيها أنت، وبعد كذا نضغط على تحديد من هنا، وبعد كذا يتم إرفاق الصور اللي تبيها، وبرضه فيديو اللي تبيه تقدر ترفق فيديو، وبعد كذا نضغط على إرسال. أنا طبعا ما راح أرسل، بس أعلمكم الطريقة. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء، أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.